بعام 1948 اكتشف العلماء أول نوتة موسيقية بالتاريخ بتعود لمملكة أوغاريت بتل رأس شمرة على الساحل السوري باللادئية، والنوتة عبارة عن لحن مرافق لأنشودة نيكال زوجة إله القمر. قلبت النوتة المكتوبة عام 3400 قبل الميلاد حقائق تاريخية. اكتشف العلماء أن السوريين وضعوا السلم السباعي للموسيقى قبل فيثاغورث ب 1500 عام، وقبل هذا الاكتشاف اعتقد العالم أن الإغريق هم أصحاب أقدم تلحين موسيقي بالتاريخ. مالك جندلي آخر من أعاد توزيع نوتة أوغاريت وعزفها بمسارح عالمية.